آه يا عسعوزتي ياني، كأني فايت عليا قطر من كل الله. كانت سفرية مايلة على وشكم، كسحتوني. وهو في حد قال لك يا خالتي انك تيجي معانا؟ ما احنا قلنا لك ما تجيش، وانت برضه اللي صممتي تيجي، ويا ريتك جيتي لوحدك، جيتي ومعاكي مصيبه. وانا اعرف منين يا فالحه ان هو ناوي اذيا؟ انا بس عايزه افهم ازاي انتوا الاثنين جيتوا من الغردقه. بصي يا حبيبتي، احنا بعد ما زوغنا من المحل واحنا لابسين العبايات وقفنا عربيه، افتكرونا خلايك، قلنا لهم هلا والله نبغى نروح القاهرة، راحوا جايبيننا على القاهرة. أنا بقى مديت إيدي في صدري واديتهم 50 جنيه بحالها، ما عجبهمش بمباكوا معاي، ما سكتش، رحت مسيبة عليهم رجالة القهوة، وخدي عندك بقى فيني وجاعي. صباح I'm a big fan. إيه دي بقى، حاجة وحشة ولا حاجة حلوة؟ لا دي حاجة حلوة، يعني ان انا معجبة بيكي جدا و I'm in love with طريقة كلامك. طب وماله يا حبيبتي، ما انا ليا معجبين كتير، هو انت اول واحدة؟ لا يا اختي انا مش قادرة، انا جتتي بتوجعني ولازم انام، بقالي ليلتين ما نمتش، والخمرة ببيتها في معدتي وعاملة لي انتفاخ هتموتني. قومي يا أبلة مين، تعالي يا حبيبتي لما ردعك ونيمك. ولا ما قصرتي. طيب يا أختي قومي سندي عليا. آه هو أنا يا أختي اللي سند عليكي ولا أنت اللي سند علي؟ أنت اللي سند علي عشان عصعصتك. آه يا أختي صحيح افتكرت. شيرين احنا هنعمل ايه بقى مع عم دهب ده؟ انا خايفه قوي، حاسه ان هو هيبعت لنا العصابه بتاعته يخطفونا ويضربونا ويعذبونا وياخدوا مننا العدد. لا لا ما تقلقيش، احنا اتفه من كده بكتير، يعني لو الراجل جالنا بطوله هنخاف منه ونديله العدد عادي. بقول لك ايه، انا اتفقت مع الواد هاني ظبط مع اصحابه يامنوا لنا البيت ويامنوا لنا المنطقه كلها، اي حد غريب هيدخل الشارع هيسففوه التراب. هو انت ازاي واثقه قوي في هاني واصحابه كده ان هم جامدين وهيعرفوا يقفوا قدام عم دهب؟ انت ما تعرفيش اصحاب هاني، دي عيال خطر ويخربوا اي منطقه يخشوها. ده كفايه احمد فينو، سيد فطيره، علي عجينه. ايه كميه المعجنات اللي قلتيها دي؟ هم دول مجرمين ولا شغالين في فرن؟ يو يعني اللي مش ناقصه استظرافك ده، انا تعبانه وعايزه ادخل انام. طب ام سوري شيرين ما تزعليش مني، يلا بقى مش هنحل الكلمات المتقاطعه. مش قادره، بكره اول ما نصحى هنحلها. شيرين انت ازاي عايزه تنامي؟ مش هتتجنني تعرفي فين الفلوس؟ يلا الكلمات المتقاطعة بتقول ان الحل في الصفحتين الناقصين. نيلي يا نيلي انت قدرتيني وندمتي. لقيتي فلوس؟ فين الفلوس؟ فلوس ايه؟ بقولك الكلمات المتقاطعة بتقول ان الحل في الصفحتين الناقصين. يعني ايه الحل في الصفحتين الناقصين؟ طب شوفي كده، ممكن يبقى في صفحتين مقطعين جدو مخبيهم في حتة وهم دول المفروض نلاقيهم. مفيش ولا صفحة مقطوعة والارقام كمان كلها مظبوطة اهي. طب يعني ايه الصفحتين الناقصين؟ انا بحب جدو قوي بس هو ليه بيعمل فينا كده؟ معرفش بقى، غاوي فرهدنا الراجل ده، انا ما بقتش فاهمة حاجة خلاص. امال مين اللي هيفهم؟ طيب يا سلام، العدد ده ليه ذكريات جميلة جدا جدا جدا. اصل جدكو بقى الله يرحمه لما كان يقعد يرسم العدد من دول كان يقعد يتسلطن كده، يشرب القهوة المانو بتاعته اللي هي العريحة ولا مظبوطة، والسيجار في ايده يولع السيجار. السيجار ده لازم يكون كوبي، السيجار الكوبي طبعا معروف ان هو ملفوف على افخاد العذاره، السمر الحياره، الشقر. لا انت كده هتفقع لينا المراره، انجز. حاضر. العدد ده بصراحه دي ذكريات حلوه قوي قوي وجميله، تحب احكيها لكم؟ كفايه ذكريات غريبه بقى يا عم بندق، ممكن تقول لنا ايه موضوع الصفحتين الناقصين؟ ها؟
صفحتين الناقصين صفحتين. نشوف كده الرقم. صح. العدد ده 38 صفحة. أعداد ميكي كلها كانت بتبقى 42 صفحة فعلا. ده ناقصك. طب كده دول أربع صفحات مش اتنين. ما هي وش وده، يعني الصفحتين بأربع صفحات. طب هنلاقي فين الصفحتين دول؟ محلولة، ننزل سور الأزبكية وندور على نسخة تانية للعدد. ما ينفعش تنزلوا سور الأزبكية. ليه؟ شالوا السور؟ لا. شالوا الأزبكية؟ لا. أصل أقول لكم إيه، ما أنا قاعد من الصبح بقول لكم العدد ده أصله ليه ذكريات جميلة قوي قوي ومهمة، حبيت أحكيها لكم، أنتوا قلتوا لأ ما تحكيش. ماشي احكيها لنا لو هتفيدنا، إنما هتقعد تقول لي البدارة والعذارة وتقرفنا بصراحة حضرتك. أنا مش حاكي. خلاص يا شيرين اتفضل احكي يا عم بندق. العدد ده اتعمل ما بين الخريف وما بين الشتاء سنة 1982، كان رقم 1000، ما اتعملش منه غير نسختين اتنين بس. نسخة كانت مع جدكو الله يرحمه، النسخة التانية بقى كانت في دار النشر اللي بتطلع سلسلة ميكي. اوكي، فين بقى دار النشر دي؟ ايوه يا خالتي، انا عند عم بندق. في ايه؟ نهار اسود، البرنامج؟ اما الان فمعانا معلومة حصرية، ولأول مرة يتم التعرف عن شخصية هؤلاء الذين قاموا بالاعتداء وأشروا في قتل الفنانة هند صبري. من المعلومات اللي وصلت لنا كان واضح ان هما بنتين، نيلي مكاوي وشريهان مكاوي، واضح ان هما يا اما اخوات يا قرايب، الله اعلم. بس هما ما كانوش لوحدهم، كان معاهم شابين. لحد دلوقتي جاري البحث عن هويتهم ولم يتم الحصول على اي معلومه اخرى، لكن الشرطه بتحاول تستبصر اكتر وتعرف اكتر من شهود العيان. كان معاهم ايضا شخص خامس، وهو كان منتحل شخصيه ضابط، وهو ايضا اللي ساعدهم على الهروب من موقع الحدث او الجريمه. خلينا مع بعض دلوقتي نشوف فيديو مصور بالصوت والصوره عن اللي حصل اليوم ده، والشرطه بتناشد كل اللي بيتفرجوا علينا لو تعرفوا على اي حد يلجأوا للشرطه مباشره. خلينا نشوف مع بعض. اللي هيقرب مني قسما بالله هشق الازازه دي في دماغه، وانا اللي هيقرب مني هتجيب البوكس اخليه صابونه لوكس. يا سلام يا سلام، فينك المكاوي دلوقتي؟ تيجي تشوف اولادك واحفادك دول هما كنت تفتكر بيهم بحق وحقيقي. خش بسرعه، في حد قاطركم؟ لا اطمن. كويس ان ايه ده؟ ايه اللي انتوا لابسينه ده؟ اصل احنا قلنا لهاني يجيب لنا لبس، فقررنا انا وشريهان نبدل عشان ما حدش يعرفنا، فكده انا مش نيلي وهي مش شريهان. لا فكره صايعه، دي فكره مين بقى الفكره الصايعه دي يا ترى؟ دي فكرتي، ماي ايديا. ماي ايديا، على فكره انتوا معروفين جدا وصوركم ماليه التلفزيون. انت متخلف؟ طب ما تقفل التلفزيون يا ابني. بقول لك ايه صحيح؟ ما حدش في التلفزيون جاب سيرتي؟ انت فرحان؟ لا ما تقلقش، ما حدش جاب سيرتك ولا حد جاب سيرتي. بقول لك ايه يا انت وهو، احنا لو اتقفشنا هنعترف باساميكوا اول حاجه. بقول لك يا معلم، احنا لازم نخلص منهم دلوقتي، نتويهم وكده كده ما حدش عرفنا. لو سمحتوا بقى كفايه هزاروا وشوفوا هنعمل ايه. بصوا انا فكرت انه ما ينفعش نقعد عندكم او نقعد عندي او نقعد حتى في المرسم عشان عم دهب، فقلت اجيبكم المكان الجميل دوت. ايوه صحيح، هو ده بيت مين بقى؟ يا اهلا يا اهلا بالضيوف الاعزاء. اهلا اهلا. No way. ايه يا سيف، مش تقول لي في موزز كنت لبست غير تاني غير ده؟ مين العبيط ده؟ العبيط ده يبقى شريف صاحبي، وهو الوحيد اللي نقدر نعتمد عليه. صاحبك ايه؟ ده مذيع يا عم، انا شفته قبل كده. مش انت اعلامي؟ ايوه صح. هو شبهه، مش هو. خد راحتكم يا جماعه، البيت بيتكم. ها؟ طب يا جماعه احنا دلوقتي لازم نروح دار النشر عشان نجيب العدد. لا انتوا مش هينفع تنزلوا عشان وشكم معروف جدا. بقول لك انا هاخد هاني ونروح نجيب العدد في السريع. ايه يا سيف، انت مش شايف ان احنا متنكرين؟ انت مصدقه نفسك يا نيلي؟ ايوه انا شريهان جدا صدقني. بقول لك ايه، تيجي نتنكر يا هاني؟ نتنكر، يلا بينا. غلسه قوي، تحفه، ما عرفتكوش، يخرب بيتكم. يلا يا عم يلا. سيف ايه، انت هتسيبنا لوحدنا مع الكائن ده هنا؟ على فكره احنا بنتكلم عليك. سوري. ما تقلقيش منه خالص، ده صاحبي وامان، يعني ما فيش اي حاجه، كانك في بيتي. اعتبريه سيف. انت بتخافي مني؟ اعتبريه سيف، بس وانت قاعده بيمسكي حاجه حديد في ايدك تقيله عشان لو تهجم عليكي. بهزر معاك، انا هتصور معاك لما اجي. ماشي هتصور معاك. عينيا عينيا. ايوه شريف، هتبقى مرات اخوك. عينيا في عينيا.
نطلع فوق بقى تكييفات فوق تحفة. ها يلا يا بنات بس يا بل انت اطلع فوق ياه. حاضر يا باشا مؤاخذة. هتزيد محمد برافو عليك يا شريهين. شريهين هو البتاع دي انت ما غسلتيهاش بقالك قد ايه؟ انا هموت. لا هي بتاكلك انا عارفه، هي بس بتفضل تاكل في الراس شويه وبعد كده تتعودي عليها عادي. انت بتاعتك على فكره بتاكل فيها من بدو وانا ساكته. لا اوعي تقولي عليا كده. والله دي كلها سبان. كلها ايه؟ سبان بياكل هنا في دماغي.